حياكم الله مشاهدينا من جديد، معكم سهرة جديدة اليوم ودائما طبعا من قناة الظفرة ومساء الإمارات. مساء الورد والياسمين والعنبر وكل شيء ريحته طيبة مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من مساء الإمارات مباشرة من قناة الظفرة. مجموعة مواضيع وفقرات بتجمعنا وياكم ولكنها ما تحلى إلا بمتابعتكم. بداية نستعرض عناوين هذه الفقرات. الكتاب ضحية التكنولوجيا أم ضيفها؟ مبادرات صاحب السمو تنصب على السدود المائية. لأول مرة في دبي سيارات أجرة كهربائية صديقة للبيئة. التزلج حقيقة على نمط الخيال في مول الإمارات. مشاهدينا كانت هاي عناوين حلقتنا لهذا اليوم، لا تفوتون عليكم الحلقة، فيها شباب الدار، فيها أسرة ومجتمع، فيها وايد مواضيع وفقرات شيقة تستحق المتابعة. وأذكركم أنكم تقدرون تتواصلون معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر إنستغرام ويوتيوب. طبعا نحن بانتظار اقتراحاتكم أسئلتكم لضيوفنا اللي موجودين معنا اليوم في فقرة اقرأ في حوار الدار، فقرة جدا مهمة. لكن قبل ما نبدأ كل هذا خلنا ننتقل إلى نشرة موجزة للأخبار مع الزميل أيمن مصبح. مشاهدينا الكرام حياكم الله ونقدم لكم موجز لأهم الأنباء لهذا اليوم، أهلا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حافظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس جاكوب زوما رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة رئيس جمهورية جنوب أفريقيا. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في مبنى الوزارة أو وزارة الخارجية البرازيلية بالعاصمة برازيليا مساء أمس، بحضور سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، السيد ميشال تامر نائب الرئيسة البرازيلية، وتجاذب معها أو معه أطراف الحديث حول سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، خاصة في المجالات الاستثمارية والسياحية والثقافية وغيرها من المجالات التي تسهم في تقريب المسافات بين الشعبين الصديقين. كما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والسيد تامر حفل التوقيع على اتفاقية تعاون عسكري بين دولة الإمارات والبرازيل تخص بتبادل الخبرات والتدريب المشترك وغيرها من مجالات وأنشطة التعاون العسكري بين الطرفين. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميرية رقم 40 لسنة 2014 بإعادة تسمية أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وذلك كما نص المرسوم في مادته الثانية على أن يعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية. من جهة أخرى، أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بإعادة تنظيم هيئة كهرباء ومياه الشارقة، ونص المرسوم رقم 38 لسنة 2014 على أن يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من الحاكم إنشاء فروع ومكاتب لها في الإمارة. استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان صباح اليوم في مكتبه في الديوان الأميري بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، سعادة علي رضا بهرامي بارسا قنصل عام الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دبي الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة استلامه مهام منصبه قنصل لبلاده لدى الدولة. ورحب صاحب السمو حاكم عجمان بالقنصل متمنيا له التوفيق في خدمة العلاقات القائمة بين دولة الإمارات وإيران والعمل على تطويرها لما فيه مصلحة شعبي البلدين وسعيا نحو تعميق أواصر علاقات الصداقة بين البلدين. افتتح سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة اليوم فرع جوفيال للساعات والمجوهرات، أحد الأسماء العريقة في عالم المجوهرات الذي يعتبر الأول في الشرق الأوسط، وذلك في منطقة مجمع البنايات 16 بالفجيرة.
تحت رعاية مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، تنطلق يوم الاثنين المقبل فعاليات منتدى البيانات الحكومية المفتوحة الذي تنظمه هيئة الإمارات للهوية بالتعاون مع برنامجي الأمم المتحدة للإدارة العامة والأمم المتحدة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم نخبة من متطوعي الشرطة المجتمعية عددهم 120 متطوعا مواطنا ومقيما، وتم إشراكهم في تنظيم عدد من المعارض والمؤتمرات والندوات وحملات التوعية والتي زاد عدد ساعات التطوع الشرطي فيها عن 1000 ساعة. وفي سياق متصل، ورحب أيضا الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في مستهل اللقاء بالمتطوعين المواطنين وإخوانهم المقيمين، معربا عن سعادته بهذه النخبة المجتمعية، وقال في معرض حديثه: أنا بالحقيقة يوم سعيد جدا بالمنتسبين الجداد، أول شيء لجهاز الحكومة، لأن نحن نعتبركم اليوم أنتم تؤدون خدمة لأنفسكم ولبلدكم. العمل الإضافي اللي أنتم تتحملونه على حساب وقتكم وعلى حساب يمكن جزء من فراغكم، هذا بدون شك أنه عمل رائع وعمل ممتاز. إن شاء الله أنتم مأجورين عليه في البداية. ترى أنتم أول ناس تطوعوا بهذه الفكرة. وإن شاء الله أنه في كل المجتمع دولة الإمارات والمجتمع في الشرق الأوسط، أنا متأكد النتائج متى ما حصلناها منكم إن شاء الله يعني راح تكون مطبقة في كل المجتمع. برعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية، افتتح الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية ظهر اليوم بحضور الشيخ حامد بن أحمد آل حامد رئيس مجلس إدارة شركة القدرة القابضة ظهر اليوم متحف قصر الشيخ زايد في العين الفايضة بمدينة العين. وأقام الشيخ هزاع بن طحنون بجولة في أقسام وأجنحة المتحف واستمع إلى شرح مفصل حول محتويات المتحف. أدى 21 من القضاة الجدد بينهم 8 مواطنين اليوم بقصر الرئاسة اليمين القانونية أمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء بأبوظبي بمناسبة بدء ممارسة مهامهم كقضاة في الدائرة. وأكد سموه للقضاة الجدد حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على سيادة القانون وترسيخ العدالة باعتبار الركيزة الأهم في استقرار الأمن والاجتماع والاقتصاد في الدولة. وأشار إلى استراتيجية دائرة القضاء التي تهدف إلى بناء منظومة قضائية تتسم بالفعالية والكفاءة بما يلبي متطلبات التطور الكبير الذي تشهده إمارة أبوظبي. أكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات عبر حسابه الخاص على تويتر أنه يتابع بقلق سير التحقيقات في حادث السطو المسلح الذي تعرض له مواطن إماراتي في شقته رفقة زوجته بأحد أحياء العاصمة البريطانية لندن، بعد أن داهمته عصابة مكونة من 7 أشخاص كانوا يحملون مطارق وسكاكين ومسدسات، وقاموا بتهديده وزوجته للاستيلاء على ما لديهما من أموال ومجوهرات، فيما استنكر المغردون عبر تويتر تكرار الحادثة خلال 2 أسبوع، وطالب المغردون الجهات الأمنية في بريطانيا بتوفير الحماية لمواطني الإمارات بعد تكرار حوادث الاعتداء عليهم، مشيرين إلى وجود شبهة لاستهداف أبناء الدولة الذين يقضون إجازتهم في لندن. استقبل معالي محمد أحمد البواردي الفلاسي وكيل وزارة الدفاع بمكتبه في مبنى الوزارة اليوم السيد مارك فرانسو وزير الدولة للقوات المسلحة البريطانية والوفد المرافق له. جرى خلال اللقاء الذي حضره عدد من كبار الضباط تبادل الأحاديث وبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.
استقبل سعادة أحمد عبد الرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية سعادة كل من خيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان وهوانغ جهمين سفير جمهورية الصين الشعبية وشفيك فورال الطاي سفير الجمهورية التركية لدى الدولة. تم خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه في ديوان عام الوزارة بحث المواضيع المتعلقة بالاجتماع الأول لكبار مسؤولي مؤتمر التفاعل وتدابير الثقة في آسيا الذي سيعقد في العاصمة التركية أنقرة، واجتماع قمة مؤتمر CICA الذي يعقد في مدينة شنغهاي الصينية في مايو المقبل. كما تم بحث أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة. استقبل سعادة الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية في مكتبه بديوان عام الوزارة سعادة إبراهيم أوالو سفير جمهورية نيجيريا الاتحادية لدى الدولة، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، إلى جانب استعراض الجانب النيجيري إمكانية فتح مكتب اقتصادي لتسهيل عمليات الاستثمار وذلك لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. التقت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسم وزيرة التنمية والتعاون الدولي وفدا برلمانيا من جمهورية بلغاريا برئاسة معالي بويكر بوريسف رئيس وزرائها السابق رئيس المجموعة البرلمانية في الجمعية الوطنية البلغارية، وذلك بمقر الوزارة اليوم بأبو ظبي في إطار تعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين. استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية في ديوان صاحب السمو حاكم دبي صباح اليوم السيد أنوراغ باهوشان قنصل عام الهند في دبي الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام منصبه الجديد لدى الدولة. ورحب سموه بالقنصل وتمنى له النجاح في مهمته وتعزيز العلاقات الثقافية والسياحية والتجارية بين البلدين الصديقين. بحثت سعادة حنان خلفان العليلي مديرة إدارة شؤون الرعاية الأجانب بالإنابة في وزارة الخارجية في مكتبها في ديوان عام الوزارة وسعادة إيهاب حمودة سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. كما تم خلال اللقاء بحث التعاون القنصلي بين الجانبين إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. أكدت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة الشيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات للثلاسيميا الرئيسة الفخرية لمؤسسة تحقيق أمنية أهمية تحفيز الطلاب والطالبات للانخراط في العمل التطوعي والمساهمة بشكل فاعل في خدمة المجتمع. أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة أهمية أدنوك ومجموعة شركاتها في رسم وتنفيذ سياسة الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقال إن سياسة الدولة تقوم على تنويع مصادر الطاقة عبر الاستثمار في مصادر الحصول على الطاقة النووية والطاقة الشمسية ومشاريع الغاز والنفط. جاء ذلك خلال المحاضرة التفاعلية التي قدمها معاليه حول واقع سياسة الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة في المعهد البترولي في العاصمة أبوظبي. وقعت وزارة الطاقة اليوم مذاكرة تفاهم مدتها 3 سنوات مع مركز دبي المتميز لضبط الكربون للتعاون في إعداد تقرير حالة الطاقة في الدولة. يأتي توقيع هذه المذكرة انسجاما مع استراتيجية دولة الإمارات وسعيها نحو تحقيق الريادة في قطاع الطاقة لعرض أفضل الممارسات وتوثيق أهم الأنشطة الوطنية في مجال الطاقة. أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن ميزانيتها للعام الحالي بلغت 1,200,000,000 درهم، تم تخصيص 60% منها للمساعدات الخارجية و40% للمساعدات المحلية. جاء ذلك في بيان قدمه سعادة محمد يوسف الفهيم نائب الأمين العام للخدمات المساندة في الهلال الأحمر خلال الإحاطة الإعلامية الأولى التي عقدتها الهلال بمقرها الرئيس في أبوظبي
اليوم بحضور عدد من الصحفيين وممثلين عن وسائل الإعلام في الدولة وعدد من المسؤولين في الهلال. وفي سياق متصل، وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي كسوات متنوعة على 5000 طفل أرتيري في 6 محافظات في أرتيريا، وذلك في إطار حملة كسوة مليون طفل التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لتحسين حياة الأطفال والاهتمام بأوضاعهم الإنسانية. انطلقت اليوم فعاليات دورة الربيع من معرض جايتكس شوبر 2014 لتسوق الإلكترونيات الاستهلاكية بما يزيد عن 30,000 من أحدث المنتجات التقنية وحسومات وعروض وجوائز هي الأضخم على مدار العام، إلى جانب مجموعة من المسابقات والفعاليات الترفيهية ما يجعلها واحدة من أكثر مهرجانات تسوق الإلكترونيات إثارة في المنطقة. وسيكون بوسع زوار معرض هذا العام تجربة أحدث المنتجات مقارنة بأدائها ومواصفاتها وميزاتها قبل شرائها، وذلك بفضل مناطق التجارب التي تقيمها علامات تجارية بارزة. وبهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، إلى أن ألقاكم يوم غد بإذن الله. أترككم مع زميلي عبد الله وخديجة والفقرة التالية في برنامج مساء الإمارات حول أقوال الصحافة لليوم وغدا حصريا، كما نقول ونذكر دائما على قناة الظفرة. في أمان الله. شكرا للزميل أيمن مصبع على موجز نشرة الأخبار لليوم. الآن ننتقل معاكم إلى أخبار الصحف، وكما عودناكم مشاهدينا نقول لكم أهم أخبار الصحف لليوم وغدا بإذن الله 24/4/2014. في أول الأمور، قضية جديدة هزت قلوب الوسط الإماراتي من قبل جرائم الخدم التي لم تتوقف عند الأطفال. اليوم نالت أيضا من شيوخنا من كبار السن، هذا الوالد عمره يفوق 80 سنة يعاني من مشكلة مع الخادم، وأخبر أبنائه بالمشكلة، ولكن للأسف يعني الأبناء لم يصدقوا في البداية، ومع إصراره قاموا بتركيب بعض الكاميرات للتأكد من هذه الحادثة. وبالفعل في نفس اليوم الذي تم فيه تركيب الكاميرات وجدوا سوء المعاملة لهذا الوالد الكريم، وفورا اتصلوا بالجهات المختصة، والحمد لله يعني قيل أنه تم القبض على شخص آسيوي بنفس المواصفات. نتمنى أنه يكون هو هذا الخادم الذي قام بهذه الحادثة المضرة بهذا الوالد. نتمنى طبعا أن شوي نهتم بكبار السن مثل ما نهتم بالصغار، لأنهم يعني ربنا قال وبالوالدين إحسانا، فليس عندهم مشتكى، وخصوصا عندما يكبروا في السن ما نكون نقدر احنا نبدا ناخذ منهم الكلام بشكل جدي، ممكن انه في ضيق عندهم او شيء من هذا القبيل، فلذلك التصديق يكون ضعيف شويه. لا، ما زالوا الحمد لله في كامل قواهم العقليه والحسيه طبعا. وقالت اداره الشرطه بالفجيره التابعه للقياده العامه لشرطه الفجيره انها القت القبض على خادم من الجنسيه الاسيويه بعد ثبوت قيامه بالاعتداء بالضرب على مسن مواطن يعاني مرض الشلل، هذه حادثه طبعا ما ادري اذا هي نفسها ولا اخرى، مشيره الى انها قامت بتحويل القضيه الى النيابه العامه التي تباشر التحقيق في الواقعه الان. الله يستر. امين. طبعا ومشاهدينا من البيان اليوم، يتوقع لسوق الأنظمة الروبوتية والعمليات المؤتمتة في الشرق الأوسط أن تشهد نموا كبيرا في الاستثمارات مع توجه الإمارات الجاد لتكون مركزا للروبوتية في المنطقة. وتشهد الإمارات نموا في هذا المجال وتميز إقليمي بفضل توجهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والتي متمثلة بحد ذاتها في تحويل مدينة دبي إلى مدينة أذكى. لهذا فمن المتوقع لسوق الروبوتية والأتمة أن ينمو سنويا بمقدار 6% بين عامي 2012 و2016. أخبار جيدة مفرحة بعد الخبر الأول. طبعا تكنولوجيا دبي قاعدة تصدر ما شاء الله عليهم إن شاء الله. إذن شو رأيك الحين بننتقل لأخبار الغد مشاهدينا؟ معنا مع أول الأخبار من جريدة الوطن، غدا افتتح معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة رئيس مجلس إدارة شركة التطوير والاستثمار السياحي مساء إن شاء الله معرض 100 قطعة فنية. هاي القطعة الفنية تحكي تاريخ العالم اللي تنظم الهيئة بالتعاون مع المتحف البريطاني، يستمر إن شاء الله حتى الأول من شهر أغسطس 2014.
ما شاء الله. هذا لازم لزيارة أكيد، ومثل ما تعودنا في الإمارات وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد دائما أن لا نرضى إلا بالمركز الأول. فإليكم هذا الخبر من جريدة الوطن غدا، وهو أعلن معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت إنجازا عالميا جديدا باحتلالها المركز الأول على المستوى العالمي في مؤشر المناطق البحرية ضمن مؤشر الأداء البيئي لعام 2014، بعد أن سجلت النقاط الكاملة في هذا المؤشر. مبارك لك حبيبتي الإمارات، مو بشيء جديد عليها. أكيد طبعا مو بشيء جديد علينا. نعم. احنا الحين بننتقل معاكم مع السوشيال ميديا. الى السوشيال ميديا، شو تحفتك عن السوشيال ميديا اليوم؟ طبعا اول شيء اذكر مشاهدين انهم يقدرون يتواصلون معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نفس ما اقول لكم كل يوم اذا عندكم اي فيديو تحبون ان نحن نعرضهم او نعرض هذا الفيديو، فبس طرشونا الفيديو على الفيسبوك او تويتر او انستغرام في اي موقع. اول خبر في السوشيال ميديا لدينا اليوم مشاهدينا، فيديو يبرز سرعه البديهه لدى طالب جامعي تجاوز الوقت المحدد للامتحان، وبعد رفض المعلم استلام ورقة امتحانه سأله هل تعرفني؟ فأجابه الدكتور لا، فما الذي كان منه؟ ما بخبركم، ما بحرق عليكم الخبر، خلنا نشوفه في هذا الفيديو. Time, thank you. Could you all please put down your pens and bring your papers to the front of the room? Thank you. Well done. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, I'm sorry, too late. Gave you plenty of warnings about time. You failed. Sorry. Excuse me. Do you know who I am? I have absolutely no idea. Good. تصرف ذكي. سريع البديهة. لا جدا جدا ذكي صراحة، يعني أنا توقعت إنه بيقول لي يعني إن ابني أو شيء أو هذا، والاب يعني ما معطينا سالفه لانه يعني انت ابني حتى لو ابني ما اعرفك خلال الدراسه انزل ورقه بين الورق. جدا رائع صراحه. طيب معانا ايضا في السوشيال ميديا فاجاتنا هذه العلاقه والصداقه اللطيفه والغريبه في ان بين قطه وبومه. شو رايك نشوف الفيديو ونرجع لكم بعد شوي. حلوين، علاقة حب تجمعهم. هاي تعرفين أعتقد أن في عالم الحيوانات تنشأ هذه العلاقة دائما إذا كان مولودين صغار في السن تربوا مع بعض، يتربوا يعني مع بعض لمرحلة معينة. بس لها مرحلة معينة إلى أن يتحول أحد الحيوانات اللي إلى شراسته الطبيعية يبدأ يبعدونهم عن بعض.
بس ان شاء الله انها تستمر. حتى لو كبار عندهم هاي الحنيه والالفه في التعامل. طبعا الفطره السليمه. سبحان الله. طبعا مشاهدينا، ومن الصداقه بين الحيوانات الى الحب، ولكن على طريقه اخرى، طريقه الطفل هذه المره. خلينا نشوف في هذا الفيديو ونرجع لكم. I love you. 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 I love you, Evan. I love you. I love you. I love you, Evan. أحباب الله، أحباب الله، ما شاء الله عليه جدا رائع. يعني هو قاعد يحاول يتكلم، أنا لفترة في البداية صدقت أنه يحاول يقول اللي تردده، هو فعلا لا تستغرب فعلياً طبعا أنه يكون في مشاعر، ما شاء الله يبان أنه وايد صغير، هو بيبي، بس أنه أكيد يعني في ردة فعل شاعرية على الأقل عطفيا، بس ما لا بس يطلع، ما شاء الله عليه طبعا الشعور تحسينه، طفل في عيونه تقرينه طبعا. زين، أنا باخذ سوشيال ميديا، مش سوشيال ميديا، هو خبر عجبني صراحة، ويمكن مشاهدينا يشوفوه معاه، هو فيديو لكن أنا أخذت مقتطفات منه، يمكن نقدر نشوفها مع بعض. الفيديو هو يتكلم عن فريق رياضي من مركز سكاي دايف في دبي يحقق رقم قياسي جديد، وذلك عبر قفزة مذهلة من قمة برج خليفة في دبي. الصور هذه البداية قبل القفزة، صورة للبرج، وهنا أول ما بدأت القفزة، وجدا رائع صراحة المنظر. قاموا بالالتفاف طبعا حوالين البرج، هنا وصولهم للأرض بسعادة طبعا. هذه سابقة جديدة عندنا هنا في الإمارات في دبي، يعني جدا جدا رائعة الصور. أنا لو يقولوا لي روح أقفز بروح. بتروح أنت؟ بروح. أي شيء صحة رياضة ما عندي أي مشكلة. زين، بطلع شوي من الصحة والرياضة. أنا في تغريدات على تويتر، ونحن بعد مشاهدينا غردنا أو وي ريتويتت، يعني سوينا لها تغريد مرة أخرى على الظفرة، منها حمدان بن راشد يستقبل القنصل الهندي، خبر آخر لحاكم عجمان يستقبل قنصل إيران، وخبر ثالث لحاكم الشارقة يصدر مرسوما أميريا بتعيين رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الإمارات، وخبر رابع سلطان القاسم يصدر مرسوما أميريا بإعادة تنظيم هيئة كهرباء ومياه الشارقة، وحاكم الشارقة يصدر مرسوما أميريا بإعادة تسمية أعضاء المجلس التنفيذي. هاي كانت أخبار شيوخنا لهذا اليوم مغردة على تويتر. عبد الله، نحن الحين بننتقل طبعا لحدث كبير، الكتاب. نعم. الكتاب وين بنشوفه اليوم؟ بنشوفها في حوار المساء، ايش رايك؟ مشاهدينا طبعا بعد الجوله هاي اللي كانت في السوشيال ميديا الى الكتاب، هل هو ضحيه التكنولوجيا ام ضيفها؟ بنعرف اكثر بعد الفاصل مع عبد الله. إذن نجدد التحية لكم مشاهدينا بفقرتنا في مساء الإمارات، نبدأها بالسؤال الذي يتكرر ويتكرر، وما من إجابة تمكنت من نفض ذلك الغبار العالق على دفتي الكتاب المهجور على الرفوف، أو أيضا هذا الكتاب المغلق عليه في مستودعات دور النشر بانتظار يد تلامس شفاهه لينطلق بكلمات الشوق للقارئ. هذا هو حال الكتاب اليوم في عالمنا العربي، وبالتالي هذا هو حال القراءة والقراء. جفاء من بعدها جفاء، البعض وجه الاتهامات إلى الوسائل الحديثة الإلكترونية في لعب دور الجاني على الكتاب على حد رأيهم، إلى أن سادت آراء وراجت رافضة كل هذه الأفكار لتقول إنها ثورة العصر، وقد رفعت من شأن الكتاب وعززت من مكانته ودوره. طبعا لمناقشة هذه المحاور يسرنا أن نستضيف معنا اليوم ونستقبل معنا في الاستوديو الكاتب الإماراتي السيد علي عبيد الهاملي، والأخت الكاتبة أسماء الزرعوني. حياكم الله ضيوفنا الكرام. الله يحييك يا أهلا. كيف أموركم؟ الحمد لله. الله يسلم أموركم إن شاء الله. اليوم طبعا نحن موضوعنا حساس،
في هجرة؟ لا لا ما في هجرة؟ ما في حساسية إن شاء الله. إذن إحنا لمناقشة هذه المحاور طبعاً مع ضيوفنا الكرام ننتقل أول شيء نأخذ تقرير مفصل عن هذا الأمر ثم نعود لمحاورة هذا الموضوع. ابقوا معنا. لا يختلف اثنان على أن هناك مشكلة تواجهها مكتباتنا من تراجع القارئ العربي يوما بعد يوم، بل تحول هذا الأمر إلى ظاهرة تحتاج ربما بشكل ملح إلى المعالجة. فتردي القراءة مشكلة تعاني منها مجتمعاتنا العربية والإسلامية، حيث تظهر إحصائية نشرتها الأمم المتحدة انخفاض معدلات القراءة وتراجع هذه العادة عند الفرد العربي بما لا يتجاوز ربع صفحة واحدة سنويا. لا صراحة ما أحضر المكاتب العامة، بس أني أحضر في أوقات الدراسة لما أكون مع أصحابي فنذاكر ونراجع فيها ونبحث عن الكتب المطلوبة للبحث. وبناء على تقرير مؤسسة الفكر العربي فإن متوسط قراءة الفرد الأوروبي يبلغ نحو 200 ساعة سنويا، بينما لا يتجاوز متوسط قراءة الفرد العربي 6 دقائق فقط. راح لوجهة ترى الدولة فاتحة المكتبات في كل مكان، في أي مول تقدر تحصل مكاتب، في روايات، في وايد أشياء، في أشعار تقدر تقراها، يعني أشياء تستفيد منها. يعني من يوم أنا في ثاني ثانوي بديت أقرأ، ويعني الكتب شيء مهم في حياتي لأن يعني بين فترة وثانية لازم يكون عندي شيء أقرأ. أنا وايد أحب الروايات الخيالية اللي ما يخصها في دراستي، وأحب كتب تطوير النفس، تطوير الذات، بس يعني أكثر شيء أقرب باللغة الإنجليزية. أنا أعتبر قارئ، وشعب الإمارات مثقف ما شاء الله، يعني الحين الناس تفتحت أكثر، ثورة التكنولوجيا، الانترنت، الحين كل واحد عنده اللي هو الايفون، اي موضوع يبغي، موضوع اجتماعي، موضوع سياسي، موضوع اقتصادي، يبغي يبحث عنه يقدر يبحث عنه عن طريق الانترنت. يعني يمكن انت ما تشوف الناس ان عندهم كتب، قابل تحصل ان قعدات الكوفي مكان ان الواحد عنده كتاب. الحين الواحد عنده الايفون، اي موضوع يبغي يبحث فيه مجرد انه يدخل على الانترنت وتتوفر عنده المعلومة. يرجع البعض أسباب العزوف عن القراءة إلى أسباب عدة، أهمها انتشار الوسائل التقنية الحديثة كالإنترنت والموبايل، بالإضافة إلى تقصير في نفوس الناشئة منذ الصغر. والله أقرأ من الاثنين، أقرأ الكتاب التقليدي وأقرأ من بس إن أغلب الوقت من التكنولوجيا، يعني إن التلفون متوفر معايا طول الوقت، والكتاب التقليدي لازم يكون معاك وحلك وترحالك، فأفضل عن طريق الآيفون. أحب الاطلاع، تقرأ مثلاً، تقرأ تسمع للشعر، شعر نبطي، أو تقرأ مواضيع قصص ثانية، مش شيء معين يعني ثابت. إن قتل الرغبة في القراءة والاستعاضة عنها بالمشاهدة الحسية والبصرية والصوتية ربما أدى أيضاً إلى تحول الناس إلى ممارسة هوايات أخرى واستبدال الكتاب بمقاهي الإنترنت وألعابها ومغرياتها. حياكم الله من جديد. طبعا انتم ليستم فقط كتاب، انتم اعلاميون معروفين طبعا، الله يخليك. فلذلك احنا مشتاقين لان نسمع منكم الكلام اللي هو الهادف والكلام اللي فعلا يوصلنا الى حل، او ان هذه في مشكله ولا مش مشكله. سؤالنا الاول هو بنوجهه لك الاستاذ الكاتب علي عبيد، هل المشكله هي اختيار الكتاب الورقي او الالكتروني، او ان المشكله في الاصل هي القارئ او القراءه بحد ذاتها؟
أنا الحقيقة يعني ضد فكرة أن إحنا نعمل نوع من الصدام بين التكنولوجيا وبين الكتاب الورقي. نعم. الكتاب الورقي الحقيقة هناك من يستهويه يعني أن يقرأ من الكتاب من الورق نفسه، وهناك من يعني يستهويه أو تستهويه القراءة من إما الآيباد أو اللابتوب أو هذا. نعم. أي وقت. نعم. هو الحقيقة يعني هي ثقافة يمكن جيل، يعني يمكن الجيل السابق يعني تعود منذ صغره على القراءة من الكتب الورقية، أصبح هذا عنده نوع من يعني التقليد يعني أو شيء من يعني التعود. الجيل الحديث الحقيقة ابتعد إلى حد ما عن القراءة الورقية وبدأ يعني يلجأ إلى التكنولوجيا الحديثة، يلجأ إلى هذه الوسائل. ليس هناك تعارض، أنا في اعتقادي أن التكنولوجيا الحديثة يعني زادت من عدد القراء ولم تقلل منهم. يمكن كان الذهاب إلى المكتبة واختيار كتاب وشراء كتاب ثم البدء في القراءة يمكن كانت شوية يعني في عصرنا هذا الحقيقة تمثل شوية عائق، أن عامل الوقت والزحام في الشوارع والمشاغل أيضا الكثيرة. النت الحقيقة يعني وفر هذا الجهد كله، وفر هذا الوقت، أصبح بإمكان الإنسان أن يجد كتاب موجود على شبكة الإنترنت ويستطيع قراءته، فما في هناك صدام. يعني يجب أن احنا ما نختلق هذا الصراع بين الورق وبين التكنولوجيا. طبعا هو مثل ما قال احنا يعني في صدام، لكن في ايضا مشكله، لان الكتاب يعني هجر الكتاب بشكل او اخر. فهل ايضا احنا بتكلم في موت الحين، هل مات الكتاب ام مات الكاتب؟ لا، انا اقول الى الان الكتاب هو الوعاء الصحيح اللي احنا ناخذ منها المعلومه. نعم. الوسائل الحديثه اللي موجوده دائما يكون فيها قسوه، فيها سرقات، ما في معلومة صحيحة. أحياناً أنا أطلع معلومة عن طريق مثل ما قالوا الأجهزة الحديثة اللي موجودة والتكنولوجيا، لكن تكون يعني مش صحيح مثل ما موجود في الكتاب، لأن أنت تعرف عالم التكنولوجيا فيها أشياء كثيرة. فممكن أحياناً أنا فعلاً حتى وجدت بعض قصصي موجودة بأسماء ناس آخرين. نعم. فهذه أيضاً هي روحها مشكلة بحد ذاتها، لكن الكتاب سيظل هو الصديق الحميم دائماً للإنسان، وحميمية الورق غير عن صراحة عن التكنولوجيا. أنا أرى في بعض الأحيان أنه عندما تقرأ من كتاب أنت تعيش مع الكتاب ومع القصة. نعم. إذا ما وجدت معنى أو شيء يعني غير مفهوم تتركه أو تفهمه أيضاً بعد ما تخلص جزء معين تفهمه، لكن على الإنترنت تتجول من مشكلة إلى تجد مثلاً سطر تأخذك لصفحة أخرى لصفحة أخرى، وإذا أنت خرجت عن القصة والكتاب إلى مجالات أخرى. هو فهل هذا ضرر كبير يعد أنه الإنسان أصبح مشتت في القراءة؟ هو مشكلة الإنترنت أن أنت غالباً يعني ثبت بالدراسات العلمية أن قارئ الإنترنت يعني يعمل سكانينج للصفحة، يعني ما يبدأ من بداية السطر إلى نهايته، لا طبعاً. يعمل نوع من المسح للصفحة، وهذا الحقيقة يمكن شوية يقلل من التركيز. يعني على عندما تقرأ كتاب يعني ورقي نادرا ما أنت تعمل لمسح يعني سريع، ولذلك التركيز في الكتاب الورقي أكثر. يعني حتى الجيل الحديث الحقيقة في كثير من أبناء الجيل الحديث يفضلون قراءة الكتاب من الورق على أنا واحد منهم أحب أقرأ الكتب من الورق. يعني حتى هذه الأجهزة يعني الكتاب في كل مكان تشله شيء بسيط في كل مكان. هذا صح، أنا بقول بتشرش، لكن أنا مكان ثاني خلاص يا التشرش يا ضربة فيروس يا لكن الكتاب هو موجود، يعني سيظل الكتاب هو الوعاء. طيب. المعرفة. طيب. والصديق الحميم لأي واحد. ماذا نفعل نحن تربويا بدورنا لإبقاء الكتاب؟ طبعا هذه دائما احنا موجود عندنا في دولة الإمارات، وخاصة معارض الكتب، يعني هاي روحها بذاتها تشجيع للشراء اقتناء الكتب. وأيضا هناك مكتبات يعني تعم في أنحاء دولة الإمارات، وخاصة يعني يمكن في الشارجة وفي دبي وفي مكتبات موجودة وفي أبوظبي، وخاصة مكتبات الأطفال، وأيضا مراكز التعلم أو المكتبات اللي موجودة في المدارس. وحتى هناك دور أولياء الأمور في البيت. نعم. يعني الطفل مقلد جيد للأسرة للأب والأم، فإذا تعود من طفولته يقرأ خلاص. طب دورنا نحن من ناحية التوعية، هل هناك حملات توعوية للمكاتب هذه والمراكز اللي هي توفر الكتب اللي هي القيمة؟ لأن أيضا أنت ما تجد كل الكتب، بالذات أنا أتكلم الآن عن الكتب العربية، عندنا مشكلة في الكتب العربية تواجدها على المواقع الإنترنت بالشكل الصحيح. صحيح. أنا في كثير من يعني حتى في المولات توفرت المكتبات، لكن للأسف بعض المكتبات هيئوا أماكن لشرب الشاي والقهوة في نفس المكتبة، ولكن تجدها فارغة.
والكوفي شوب بجانبه يعني مليء بالناس يعني هذا تقليد اوروبي غالبا يعني احنا يعني استوردنا هذه الفكره من الـ بس هو تقليد صحيح يعني هو يعني فتح الباب للقراءه ولا القراءه تكون نعم مجانيه يعني في نعم في هذه الزوايا يعني من المكتبات. احنا انا في اعتقادي يعني لو ننظر الى المساله بشكل اعمق يعني المساله ليست متعلقه بدوله الامارات او الجيل الشباب او الجيل السابق يعني الارقام الحقيقه يعني لما ننظر للاحصائيات صادمه جدا يعني يمكن الارقام اللي استمعنا لها في التقرير 200 ساعه ل 6 دقائق نعم يعني من 200 ساعه الى 8 دقائق تقريبا هذه الحقيقه صادمه وهذه يعني موجوده سواء كانت هذه الاحصائيات قديمه شوي الى حد ما او حديثه يعني اخر الاحصائيات مثلا تذكر ان القارئ الاوروبي او الغربي يقرا في العام 35 كتاب القارئ الاسرائيلي يقرا 40 كتاب في العام كل 80 مواطن عربي يقرأون كتاب في العام يعني تصور النسبة يعني لغتنا غير متعددة أيضا مشكلة نشر نعم. يعني ما ينشر في العالم العربي كل سنويا ما يتعدى 5000 طيب إذا قلنا عن إلكترونيا في إحصائيات إلكترونية كيف يعني من يعني مثلا القارئ العربي هل مثلا عنده قراءات لكن الكترونيا ولا هذه احصائيات على مش الكتب مش كثير يعني انت لما تنظر مثلا في قضيه النشر على سبيل المثال كل ما ينشر في العالم العربي سنويا ما يتجاوز ال 5000 كتاب ما يطبع بينما في اليابان وحدها يطبع سنويا 30000 كتاب في اوروبا وامريكا 85000 كتاب سنويا يطبع يعني تصور هذه النسبه سوق الكتاب في العالم يعني تقريبا يعني قيمته السوقيه 88 مليار دولار سنويا عارف نصيب العالم العربي كم من هذا 1% ومع الاسف احنا اللي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم المفروض يكون ارقام صادمه يعني. نحن معنا اتصال مع سعاده رئيس جمعيه اللغه العربيه الاستاذ بلال البدور الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف الحال الله يحييك الله يسلمك طبعا احنا موضوعنا شيق مع اعلاميين كبار معنا في الدوله ونبى نوجه لك سؤال في البدايه كنا نتناوله قبل السؤال احييك واحيي الضيفين الله يحييك يا رب ان شاء الله سؤالنا هو كنا نتكلم عن الكتاب وعن المواقع الالكترونيه هل السؤال هو يقول ان المشكله هل هناك مشكله من توجه القارئ العربي الى المواقع الالكترونيه للقراءه بديلا عن الكتاب سيدي الفاضل اولا طبعا دعنا من دقه السؤال هذا حول ان التوجه او اختيار القارئ الكتاب او الورقي او الاله نعم هي القضيه في القراءه في حد ذاتها القراءه لها مثلا ثلاث مدلولات اما قراءه حاجه او قراءه متعه او قراءه معرفه نعم قراءة الحاجة وهي قراءة الباحث الذي يقوم بإعداد بحث معين فهذا سيقرأ في بحثه قراءة المتعة الذي يريد أن يتمتع بقراءة رواية أو ديوان شعر أو كذا وهذا موجود قراءة المعرفة هي الإشكالية قراءة القارئ الموسوعي الذي كان يطلع على كل ما يكتب تقصد بها الثقافة أستاذي؟ نعم قراءة القارئ قراءة المعرفة نعم يعني الثقافة نعم. الثقافة نعم. يعني القارئ الموسوعي هذه تكون هي الغائبة عندنا الآن في عالمنا العربي أما ما بين الآلة وبين الكتاب الورقي فأعتقد أن الآلة هي تطور للكتاب من بعد أن كان في الجلود والعظام والألواح الورق المخطوط السائب الورق المخيوط إلى الكتاب المطبوع نعم. أصبح الآن الكتاب اللوحي لكن ستبقى للكتاب الورقي قيمته طيب أنا السؤال بس بقول للأستاذ علي هل توافق على رأي الأستاذ بلال بالنسبة للثقافة إنها تدهورت؟ يعني ما نستطيع يعني نحن نقول ما في عندنا أرقام أو إحصائيات تقول والله هل تدهورت الثقافة يعني الثقافة نوعية يعني اصبحت يعني ما عاد هناك الانسان المثقف الشامل او الموسوعي صار هناك تخصص اكثر يعني هذا ما قصدته نعم صار في يعني تخصص اكثر يعني في نوعيه يعني الثقافه طبعا نحن نعيش عاده التخصصيه نعم فعلا هذا
الاطلاع حسب الحاجه اصبح يعني على حسب الحاجه. نعم حسب الحاجه. اذا هنا لن اجد نفس القارئ الذي كان زمان يقرا كل ما تدفع به المطابع وكل ما يخط وما كل ما يكتب وكل ما يجب ما يجده بين يديه. طب هذه التخصصيه في القراءه يعني هل يعني اصبحت بالنسبه لنا نحن مشكله كبيره؟ طبعا يمكن الاستاذه اسماء شو المشكله اللي صارت يعني نحن اتجهنا للثقافه التخصصيه فقط؟ هل حاجه الحياه تفرض علينا ان احنا لا نقرا الا حين الحاجه؟ المشكله اصبحت حتى في المناهج يعني اصبح الكتب المدرسيه تدعي الطالب ايضا للبحث عن هذه المواضيع. فحاجه الحياه ومشكله بعد انا ابغى اتكلم يعني الكتب ان احنا دائما نرى مثلا الروايات والقصص في اوروبا ودول الغرب يعني بالالاف بالملايين تحجز قبل. احنا حتى عندنا البهره المشكله في دور النشر وتوزيعها وايضا البهرجه الاعلاميه تكون قليله عبر يعني دفع الكتاب الى ان يوصل للمتلقي. طبعا مثل ما قال يمكن الكتب المعرفيه اصبحت قليله ولان هناك في اشياء كثيره دائما واحد خلاص يختصر. حتى اصبح الطالب الجامعي او المدرسي اذا يطلب منه بحث ما يكلف نفسه انه يقرا كم كتاب، عمل بيست يعني القص ولزق من خلال المواقع وقدمه للاستاذ. ومع الاسف هاي يعني مشكله كبيره بدون حتى القراءه بدون قراءه وبدون ما يعرف انه شو هذا طبعه او حتى منو المرجع. واحيانا يكون يعني اسم الكاتب في الوسط او مكان فما يطلع، وحتى هذا الاستاذ ما يطلع على البحث اللي موجود امامه. فهذه كلها اشكاليات تداخلت ببعضها. لكن سيظل الكاتب. نعم تفضل استاذ بلال. يعني اعتقد قبل ما نتحدث عن الترويج يجب ان نتحدث عن القدوه في القراءه. نعم نعم. واعتقد جاء على لسان المتحدثين على ان غياب الأسرة القارئة هذه أنا قلت لها قبل. نعم قالت لك أسمع غياب الأسرة القارئة، غياب مكتبة المدرسة، مكتبة الفصل هو أساس من عدم تعود الطلاب على القراءة. ولكن يجب أن لا نأخذها قضية مسلمة. فهناك قراء من الطلاب ولكنهم يقرؤون الكتب باللغة الإنجليزية، يقرؤون سواء الكتاب باللغة الإنجليزية أو يشاهدونه كفيلم سينمائي أو يقرؤونه عبر الإنترنت. طيب أصبح أتكيت العصر باللغة الإنجليزية. هاي المشكلة. وإذا سمحت لي يعني هناك أزمة أيضا في العالم العربي. نعم. أزمة أمية. نعم. يعني الان في عصرنا هذا يعني يقدر عدد الأميين في العالم حوالي 300 مليون 60 مليون منهم عرب. يعني تصور فهناك أزمة أمية ما زالت موجودة. في مشكلة أكبر أن يمكن بعد الأستاذ بلال خلك ويانا شوية الأمية. وقت الأمية كانت نسبة القراءة أكبر بكثير من الفترة الحالية. فإذا أين فعليا المشكلة؟ الأسرة. نحن تكلمنا عن الأسرة تكلمنا، لكن هل يعني الوعي المدرسي أعتقد هو يمكن إرساء هذا الأمر منذ الصغر في البداية. هل في عندنا إحنا تقصير في المدارس؟ ما تنسى عفوا هناك الآن يعني في جوانب كثيرة تشغل الطالب عن القراءة. يعني يمكن فعلا مثل ما تفضلت أن لما كانت الأمية يعني مع وجود الأمية في العالم العربي كانت نسبة القراءة أكثر والآن تقلصت إلى حد ما، لأن الطالب مثلا أو الطفل ما كان عنده أشياء تشغله عن القراءة. يمكن كانت القراءة تسليته الوحيدة. الآن هناك الألعاب الإلكترونية، هناك الإنترنت، هناك المراكز التجارية. يعني في أشياء كثيرة تصرف الطالب عن القراءة. نعم يعني حتى الطالب الحقيقة أو الطفل العربي في الإحصائيات ما يقرأ أكثر من 7 دقائق في السنة. يعني خارج المنهج. يعني هذه الإحصائيات بالنسبة للطفل العربي. يعني بينما الطفل الأجنبي. المكتبات الإلكترونية ما ضاعفت أو زادت من هذه النسبة؟ ما في تشجيع يعني في المدارس على القراءة الحرة. يعني أيضا المناهج الحقيقة كثير مكثفة وكثير صعبة على الطالب الآن، المناهج الحديثة. فأصبح كل وقته يعني يقضي في حل الواجبات وفي الدراسة. يعني ما عاد عنده الوقت الكافي أنه يقرأ قراءة حرة. والجميع مشغول. واليوم طويل يعني من الصبح الواحد يطلع 6:30 الطالب يطلع من البيت ويرجع الساعة 4. هل بيحل الواجبات ولا بيقرأ كتب؟ يعني صراحة أستاذ بلال في لك إضافة لأني عندي لك سؤال
سؤال ايضا مهم. لا انا عندي يعني هي القضيه كذلك لما نتحدث عن الطفل او الطالب مع الكتاب. نعم. يعني الشكل الاخراجي للكتاب الاجنبي اكثر تشجيعا على نعم. القراءه من اخراج الكتاب العربي. اما المحتوى كذلك كيف يقدم للكتاب العربي وكيف يقدم بالكتاب الاجنبي. طبعا. هذه قضايا كذلك يجب ان ينتبه اليها الناشرون. ولذلك اولادنا الان يعني يقرؤون باللغه الانجليزيه اكثر مما يقرؤون باللغه العربيه. هذا صحيح، هذا واقع واقع يعني موجود. لان اسلوب الكتابه، اسلوب الاخراج، اختيار الموضوعات ايضا في الكتب الاجنبيه افضل من العربيه. طب هل ما زال الناشرون موجودين؟ دور النشر هي مشكلة النشر، يعني هذه مشكلة تشمل الكبار والصغار في العالم العربي، لكن الصغار بالذات هناك أيضا عجز في المكتبة الطفل العربي، يعني لا يوجد كتاب للطفل في العالم العربي على مستوى يعني إلى اللغة الإنجليزية، وهو تدهور طبعا للغتنا العربية. في سؤال بس مهم لأنه خاص بالعملية الأمنية، هذه تكنولوجيا أستاذ بلال، هل ممكن أن تكون أمينة على حفظ ما تخطه يدها الكاتب العربي اليوم؟ هي القضية يعني حتى في الكتاب الورقي وصلنا في مرحلة من مراحل الزمن إلى السرقات الأدبية وسرقات الكتب، وبعض المطابع تقوم بطبع بدون الالتفات إلى حقوق الناشر. نعم. في ظل النشر الإلكتروني تزداد القضية تعقيدا. فأعتقد إذا رجعنا لهل يوجد ناشر أو لا، ما هو الناشر يقدم ما تريد السوق. طبعا السوق الآن ماذا تريد أن تقرأ؟ كل شيء أصبح كتاب. حسب الطلب. نعم. كتاب الطبخ وكتاب النجوم والطوالع وكتاب الكتب الصفراء وكتب التراث الديني صحيح. والتاريخ صحيح. فإذا كتاب المعرفة لا يجب أن يقبل عليه، فلهذا دار النشر يريد ان يكسب من وراء الكتاب. طبعا اذا ضيفنا العزيز نحن نشكرك استاذ بلال بدور رئيس جمعيه اللغه العربيه، شكرا لك جزيل الشكر. العفو. الله يسلمك ان شاء الله، في امان الله. اذا احنا المشكله يعني متعدده، وانا ايضا اتجه في الاول وفي الاخر الى اللغه العربيه، لان هذا اندثار للغه العربيه وكانت من اقوى اللغات على مستوى العالم، الان اصبحت لغه ضعيفه. نتكلم باختصار استاذ علي الهاملي، هل الدور الحين المعارض ما دورها الان؟ شوف، هي المعارض محفزه على اقتناء الكتاب، محفزه على القراءه، ما في شك في هذا. وانا الحقيقه يعني احيي مثلا في معرض ابو ظبي مبادرة قام بها سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الله يحفظه، أن في كل معرض الآن الشيخ محمد الله يطول عمره يخصص مبلغ للمدارس للطلبة، كل طالب يمنح مبلغ ليشتري بمجموعة من الكتب. أنا أعتقد هذا في تشجيع يعني كثير على القراءة، يعني حتى لو كان هو تشجيع الطالب هذا تشجيع يعني غير مقبل على القراءة، وجود مثلا من يعني يدفع إلى الذهاب إلى معرض كتاب واقتناء كتاب، يعني حتى لو كان هذا المبلغ يعني بسيط، طبعا هذا راح يدفع الى ان يفكر في لماذا مثلا تهتم الحكومه بدفعي او بحثي على القراءه. وجود الكتاب في يده يعني بيدفع في وقت من الاوقات الى ان يفتح هذا الكتاب ويقراه. فانا اعتقد المعارض لها دور كبير يعني. وانا احث المدارس الحقيقه على تنظيم زيارات للطلبه لهذه المعارض، لان خروج الطالب من المدرسه، ويمكن هذه من ازمات التعليم عندنا، يعني ان الطالب محصور بين اربع جدران يعني في الفصل ما يخرج. يعني انا شفت الحقيقه في استراليا وكتبت عن هذا الموضوع اكثر من مره، ان شفت الطلبه موجودين مثلا في الحدائق يروحون المتاحف ياخذ درس العلوم في متحف، او درس التاريخ في متحف من المتاحف، درس الرسم ياخذ على البحر. فخروج الطالب مجرد خروجه من الفصل، يعني هاي نصيحه توجهها للمدارس انهم يخرجونهم من نطاق الدراسه الملزمه والروتين الواحد. صح، يعني خلي الطالب يوم كامل يروح طبعاً. معرض كتاب ويتجول في المعرض، يعني حتى لو ضيع يعني ثلاث ارباع هذا اليوم والربع استفاد منه في الاطلاع على كتاب، ايضا انا اعتقد هذا المقصد. طبعا احنا حلقتنا يعني وحتى شوي قصيره، يعني ممكن الطلبه المدرس في المدرسه ايضا لما المكتبه تكون موجوده يستخدم المكتبه،
ياخذ كتاب كان المكتبة. كانت تستخدم على ايام أيوة زمان كانت تستخدم يعني ينقل الطالب من الفصل الدراسي الى المكتبه طبعاً. وممكن كتب يعني يستخدمه في اي درس من الدروس طبعا. الان غالبا المكتبه حتى في المدرسه فقيره ما يعني فقيره وما حد يدخلها يعني الحين هاي مشكله واصبحت المشاريع يعني صحيح. تقدم من الخارج صحيح. الحقيقه نحن ما نبغى ننهي معاكم لان الموضوع شيق وطبعا يمس ابنائنا ويمس مستقبل الابناء ومستقبل البلاد طبعا، لكن نحن نشكركم شكر جزيل، الله يحفظكم ان شاء الله. انتم مشكورين وما قصرتوا، جزاكم الله خير انكم وان شاء الله دائما الكتاب يعني. يكون بخير وهو خير جليس طبعا. اكيد طبعا نحن نبغى الكتاب واللغه العربيه الكتاب والورق افضل من حميميه يبقى الكتاب بخير ان شاء الله وتبقى اللغه العربيه ان شاء الله ام اللغات ان شاء الله ونحن معاكم بتواصلكم وب يعني توجيهاتكم ايضا نبني جسور للمستقبل ان شاء الله واعد. جزاكم الله الله يحفظكم ان شاء الله. اذا شكرا لضيفينا الكاتب والاعلامي الاماراتي السيد علي عبيد الهاملي والكاتبه اسماء الزرعوني، ولكن نحن معاكم بعد الفاصل نعود اليكم مع مبادرات سيدي صاحب السمو رئيس الدوله، فالى هناك بعد قليل. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مباشرة من برنامج مساء الإمارات. كان حوار شيق في حوار مساء تابعته أنا بصراحة، كان عن الكتاب اللي هو خير جليس. بس أنا كنت منتظر تويت، ما بعت تويت. أنا ما بعت تويت لأن كنت مشغولة في تويت آخر شفته الحين من موقع عجائب وغرائب، يقول أن اللغة العربية تحتل المرتبة الخامسة في العالم من حيث عدد المتحدثين بها. الحمد لله. فشيء طيب يعني زين كبابلة. كنا الأول نبغى نرجع الأول إن شاء الله نرجع إجابي. الأول خليك إجابي. إن شاء الله لا إن شاء الله بنرجع الأول أكيد إن شاء الله. ومشاهدينا طبعا من حوار المساء الآن إلى فعاليات الغد تاريخ 24/4/2014 أول فعالية هي تنظم حكومة دبي برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز الملتقى الحواري تحت عنوان بيئة العمل الإيجابية وذلك في دبي أبراج الإمارات، إن شاء الله هذا بيكون الساعة 10 صباحا. والفعالية الأخرى وهي من وعلى مسرح أبو ظبي بكاسر الأمواج يقيم نادي تراث الإمارات الحفل الختامي للمسابقات والفعاليات البيئية وذلك في تمام الساعة 5 مساء. أيضا ينظم نادي أبو ظبي للرياضات الشراعية واليخوت ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في إمارة أبو ظبي مهرجان الغربية للرياضات المائية الساعة 5 مساء وذلك على شاطئ مدينة المرفأ في المنطقة الغربية. بينما بما يخص سيتيسكيب فهو يختتم سيتيسكيب أبو ظبي وذلك في مركز أبو ظبي الدولي للمؤتمرات والمعارض أدنك في تمام الساعة 10 صباحا. هاي كانت فعاليات الغد. بينما فعاليات اليوم نحن تقريرنا عن فعاليات اليوم طبعا تتواصل فعاليات الدورة 14 لمعرض الإمارات للوظائف في مركز دبي التجاري العالمي لليوم الثاني على التوالي، ويوفر المعرض مجموعة من حلقات التوعية والبرامج التدريبية وجلسات الحوار ليجسد بذلك منصة مثالية للمواهب والكفاءات الإماراتية الباحثة عن فرص عمل وتطوير الحياة المهنية. وأيضا ضمن فعاليات حملة نغوص معا لحماية بيئتنا البحرية والتي تنظمها شركة أبو ظبي للموانئ، انطلق الغواصون المؤهلون اليوم للغوص في الميناء الحر والميناء الحر الجديد وميناء الصيادين وميناء زايد وجزيرة داس، كل هالجزر والموانئ مشاركين طيب في هاي الحملة. الفعالية الأولى عندنا عنها تقرير، شو رأيك ناخذ تقرير؟ يلا. فعالية اللي هي الوظائف، ناخذ تقرير عن الوظائف ونرجع لكم مع تقرير ثاني إن شاء الله. يلا. يتواصل معرض الإمارات للوظائف 2014 والذي يضم في دورته الحالية ما يزيد عن 160 شركة عارضة من القطاعين الحكومي والخاص. ويوفر المعرض مجموعة من حلقات التوعية والبرامج التدريبية وجلسات الحوار ليجسد بذلك منصة مثالية للمواهب والكفاءات الإماراتية الباحثة عن فرص عمل وتطوير الحياة المهنية.
تشهد الدورة 14 لمعرض الإمارات للوظائف المقامة تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، زيادة ملحوظة في عدد شركات القطاع الخاص حيث وصلت إلى 90 شركة عارضة لتسجل بذلك ارتفاعاً بنسبة 29%. إذا مشاهدينا شفنا تقرير فعاليات الدورة 14 لمعرض الإمارات للوظائف في مركز دبي التجاري العالمي، بينما الحين بنروح بنشوف مع بعض تقرير عن حملة نغوص لحماية بيئتنا البحرية في هذا التقرير. بسم الله الرحمن الرحيم، يعني هذا يعتبر ثاني حملة للغوص معا لحماية شواطئنا. طبعا الحملة الأولى كان فيها أكثر من 150 غواص شاركوا في الحملة. الحملة هذه إن شاء الله أن بنكسر فيها رقم عالمي ورقم قياسي، وسيسجل إن شاء الله في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث أن أكثر من 250 غواص في حملة في مكان واحد لتنظيف البيئة البحرية. أحب أشكر جميع الجهات الحكومية والشركات سواء الحكومية أو الخاصة والمتطوعين اللي جونا من حول الإمارات، من حتى الإمارات الشمالية، من دبي، من الشارجة، يشكرون على مساهمتهم في التنظيف. إن شاء الله طبعا الحملة بتتكمل في حملات قادمة كل سنة بإذن الله. الأهم شيء في الحملة هو زيادة الوعي بأهمية البيئة البحرية. التأثير، مدى التأثير جدا كبير في البيئة البحرية، فننصح بعدم إلقاء المخلفات سواء السفن اللي قادمة لموانينا أو حتى الأفراد اللي يرتادون الشواطئ أو من ناحية إنه في رحلات سياحية أو غيرها. طبعا مثل هاي الاوساخ تظل في قاع البحر تاثر على حياه الاسماك، الحياه الفطريه، وبعدين حتى تكون جدا صعب ازالتها في المستقبل. فالوقايه خير من العلاج. بعد هالتقرير الجميل ننتقل معاكم إلى مبادرات سيدي صاحب السمو رئيس الدولة. هي مبادرات على مدار الساعة الحمد لله، وتسابق الأيام والزمان مبادرات سيدي صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله ورعاه. هذه المرة تركزت وتتركز على السدود المالية والتي بدأ بتنفيذها وزارة الأشغال وتشرف عليها وزارة البيئة. بالفعل مشاهدينا هاي الأعمال بدأت على قدم وساق، وكذلك بدأ التجهيز لبناء مجموعة من السدود والحواجز والقنوات المائية فيما تعكف الوزارة مع الشركاء في الجهات الاتحادية والمحلية على طرح مجموعات من السدود والحواجز والقنوات الإضافية لتلتحق بها. فيسعدنا اليوم أن نستضيف معنا المهندس جابر جاسم مدير إدارة الطرق وزارة الأشغال في دبي. مساك الله بالخير. مساكم الله بالنور. حياك الله جابر. مشكور على استضافتك. بخير الله يعافيك. الله يسلمك. طبعا مع المبادرات هذا موضوع شيق يعني، وموضوع ده الكل يعني يتنفس معه. فنحن نعم. تفضلي خذي اول سؤال. بدايه ورشه عمل قامت في اكثر من منطقه، لو تاخذنا بجوله سريعه عن انواع هاي المشاريع والمناطق بحد ذاتها. احنا طبعا عندنا بخصوص المشاريع في الاونه الاخيره ننفذ مشروع في اماره الفجيره. نعم. عباره عن هي مجموعه مشاريع سبع سدود في حوض سكمكم باماره الفجيره. طبعا بعض او بعد ما صار فيضان في هذه المنطقة يعني طلب آخر فيضان كان في 2013. أعتقد أستاذ في معنا صور تدعم الكلام. تدعم هذا الكلام. نتكلم عليها يمكن بتفصيل أكثر من خلال فضل. الصور المشاهدين تعرفون عليها. هذا هاي. سد وادي العين تقريبا. في نعم. والصور طبعا نحن مو واضحة بالنسبة لنا يعني. نعم. في مجموعة سدود أنشأناها في الفترة الأخيرة منها وادي العين، سد في كوب أنشأنا سدود، عندنا في الذيد وفي مقاوين عندنا سدود.
مجموعة يعني منتشرة في المناطق اللي هي الشمالية والشرقية من الدولة. نعم. لو بس أرجع لمشروع سد السكمكم أو سدود سكمكم، أنشأناها طبعا لحماية المواطنين أول شيء من خطر الفيضانات، وبالإضافة إلى المحافظة على منسوب المياه الجوفية. نعم. المشروع هذا بالذات يعني يتكون من قسمين، القسم الأول إنشاء السدود، القسم الثاني هو نقل المياه أو الفائض من سعة السدود إلى البحر. فأنشأنا قنوات راعينا في إنشائها أن تكون يعني بقدر الإمكان ما تكون خرسانية، بحيث أنها تكون قابلة يعني تسريب المياه إلى باطن الأرض أساس تغذي المياه الجوفية. أنت قلت هي من الفيضانات أو هل هي من المياه الأمطار اللي هي من الجبال؟ هي المطر يسبب طبعا إذا زاد وتجمع من الجبال يسبب سيول، عفوا كنت أقصد سيول. نعم. فالسيول طبعا تعرض حياة السكان للخطر وتلف بالممتلكات. طب مثل هذا المشروع يعني تقول ما شاء الله سبع سدود، كم يستغرق من الوقت وكم من الطاقة البشرية اللي تسخر لبناء هذه المشاريع؟ يعني المشاريع هي توزع طبعا على المقاولين، فبالعادة تأخذ سنة المشاريع في هذا الحد، يعني مشروع إنشاء سنة إلى سنتين يأخذ حسب حجم السد والمنطقة اللي بنشتغل فيها. الطبيعة الجغرافية طبعا تفرض عليكم أشياء كثيرة في استخدامه، والعدد كبير اللي يشتغلون عليه من جنسيات مختلفة أو في جنسية معينة مختصين في هذه الأمور؟ لا، هناك بالنسبة يعني للمشاريع هذه حسب الشركات اللي تجيب، في منها شركات محلية وفي شركات خارجية، بس نحن يعني من الشركات الموجودة عندنا أغلبها شركات محلية. نعم. بالنسبة للعمالة يعني مختلف الجنسيات، بعض ساهمت. المشاريع ساهمت أكيد، بعض المشاريع أكيد يتم الاستعانة بخبراء وكذا من دول ثانية أصحاب الخبرة في هذا المجال. أستاذ طبعا جابر، هل هناك مشاريع عالقة وما العوائق اللي واجهتموها؟ يعني موضوع المشاريع العالقة شوية نحن ما نقدر نتكلم عن مشروع عالق بحد ذاته. نعم. الوجود عوائق في المشاريع يمكن سمت كل المشاريع طبعاً. اليوم كل مشروع في عائق، بس أغلب العوائق اللي تواجهنا في إنشاء السدود أولا بعض العوائق المرتبطه بسكان المنطقه نفسهم، يعني انت لما تصير منطقه بتسوي سد عندهم اول شيء تشوف يعني في عدم تقبل من سكان المنطقه، لان هي عوائق بشريه. عوائق بشريه نعم. يعني اقناع سكان المنطقه بانشاء سد في هذه المنطقه، طبعا بعض الاهالي بعض المناطق ما فاهمين شو الغرض من السد، يعني يصير عنده مثلا خوف من السد هذا يمكن يكون يعني يأثر بحيث أنه يعزل الماء للوصول إلى مزارعهم أو المناطق هم محتاجين وجود الماء فيها، فهذا أحد العوائق. عوائق ثانية تخص التخطيط العمراني لبعض المناطق، يعني إنشاء السد هنا بنسوي في منطقة معينة بتخطيط يناسب الثروة المائية والسدود، في المقابل محتاجين نحن لا ننسق معه الدوائر المحليه بخصوص التوزيع المناطق العمرانيه والسكنيه، فهذه احد المجموعه. احد الصور موجوده عندنا، يعني هاي منطقه جبليه، الانشاءات مش واضحه في الصوره اذا كان يعني العمليه جاريه حاليا ولا لا، لكن مثل هاي سيول تقريبا، يعني مياه جبليه هذه. وطب استخدام هذه المياه، هل في اعاده استخدام لهذه المياه المترسبه؟ بالنسبة للسكان والمزارعين المياه يستخدمونها، يعني بالعكس يعني تجمع المياه سواء كان بطريقة اللي كان في الصورة أو في السدود أو الحفر هاي اللي تكون موجودة قريب من المزارع بالنسبة لهم وسائل تغذية. هذا السد إذا ما نعرف وين مكانه، بس طبيعة السد هذا شو وجه الحماية فيه؟ طبعا السدود هاي يعني أغلبها السدود هي مختلفة الأحجام، السد هذا يعني يحجز لك هو حواجز مائية، هذه يعني مختلفة أنواعها تتراوح من بين مترين ونص توصل لستة أمتار وأكثر حسب المنطقة. يعني هي عبارة فقط عن حواجز، ما في أي استخدام لتوليد طاقة كهربائية أو مثلا استخدام المياه مرة أخرى؟ لا، بالوقت الراهن لا توجد يعني سدود لتوليد الطاقة الكهربائية، أغلبها يعني السدود الموجودة وجميعها لحفظ المياه، يعني المياه. يا حفظ المياه وزيادة مخزون المياه الجوفية أو لحماية الناس من الـ الـ يعني من الأهداف الرئيسية الزراعية. كان في تقنيات أخرى مستخدمة؟ يعني من الشغلات اللي قمنا نسويها حاليا تقنية قياس منسوب المياه عندنا في الآبار، بحيث أن ننشئ آبار يتم وضع فيها بعض الأجهزة القياس تكون مربوطة بالأقمار الصناعية. نعم. هذا تقيس لنا منسوب المياه الجوفي من الآبار، هاي نعرف منسوب المياه الجوفي ومدى استفادتنا من إنشاء السد وكم نحن قاعدين نرفع منسوب المياه الجوفية في المنطقة هذه. هذه التقنيات اللي نستخدمها اليوم. طبعا خبرتنا أنكم تستعينون يمكن بخبراء أجانب في بعض الأحيان، إلى أي مدى لعب هذا الدور في تحسين وتطوير هاي العملية من المشاريع؟
لا شك يعني الاستفادة من الخبرات اللي هي الخارجية تثرية. عندنا موضوع الإنشاءات والتقنيات، تقنيات البناء. يعني كل شركة شغالة في منطقة ثانية أكيد واجهت صعوبات وعواقب يمكن مش موجودة عندنا يعني. وخبرات أكيد. فبالتالي يعني موضوع هاي يعني الأمور تساهم في جلب الخبرات من خارج الدولة داخل الخبرات، وبالتالي يعني سواء المشرفين أو القائمين على العملية هاي يستفيدون من الخبرات هذه. أعتقد حتى أستاذ هاي المشاريع بتحل موضوع الأزمات السير السيارات، لأن يوم يصير في أمطار يتم تجمع المياه في أماكن بحيث أن ما لها مفر، خلني أقول هاي المياه. صحيح. فهاي السدود تساعد حتى على خفض نسبة الزحمة يعني. في بعض المناطق الجبلية اللي هي البديان تعبر فيها على الشوارع، الحواجز هذه أكيد يعني بتمنع مرور المياه على الشوارع، بالتالي بتساهم في انسيابية الحركة في المناطق هذه. شفنا يمكن في الفترة الأخيرة الأمطار كان منسوب الأمطار يعني جيد في المناطق هذه اللي انتم اوريدي حاليا شغالين فيها السدود، هل هذا كان أحد الأسباب الرئيسية لهذا التوجه؟ أكيد يعني نحن حتى عندنا دراسات يمكن ما تكلمت عنها، دراسات تم سوتنا وزارة البيئة سنة 2002. الدراسات هاي نحن يعني حدثنا وطورنا عليها، وخاصة يعني بعد حدوث التطورات في كميات المياه والسيول اللي تعرضت لها بعض المناطق، فعملنا تحديث للدراسات هذه خاصة في المناطق اللي هي بين البحر وبين الجبل يعني. وفيها بعض المناطق جبال وتجمعات عمرانية أمام الجبل، فتكون هاي عبارة عن حاجز. فعدنا الدراسة في هذه المناطق، أضفنا مناطق جديدة للدراسات اللي مسوينا فيه، ففي تحديث للدراسات. طبعا احنا شاكرين لكل الجهود اللي سويتوها، ونتمنى التوفيق ان شاء الله في المستقبل لتقنيات افضل واجدر انها تكون. نحن حابين انه يشاركنا معنا الضيف اليوم عبد الله في المبادره اللي مبادرة اليوم اخرى، ويهمنا ناخذ رايك فيها، نخبر مشاهدينا. ضيفنا طبعا في اليوم مبادره احنا ايضا بننقلها للجمهور، هاي المبادره ما قدرنا الا نحن ننقلها لمشاهدينا، اللي هو معالي دكتور عبد الله بالحيف نعيمي وزير الاشغال العامه، كشف عن ان جمله المشاريع الضخمه التي تنفذها مبادره سيدي صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله ستنفذ في المستقبل، تصل تكلفتها التقديرية إلى نحو حوالي 27 مليار درهم. هذه منها إن شاء الله 11 مليار فقط لشو بيكون هذا؟ إن شاء الله هذه للإسكان، تصل تكلفتها التقديرية اللي هي 11 للإسكان المواطنين والمجمعات السكنية، بالغ عددها ما شاء الله 12 ألف فيلا في مختلف مناطق الدولة. هذا طبعا من أجل أن ينعم الشعب طبعا بحياة سهلة بكرامة مثل ما تعودنا طبعا دوم في أرض دولة الإمارات. شو رأيك أستاذ في هاي المبادرة الجميلة، 27 مليار لمشاريع قادمة بإذن الله؟ يعني هاي يعني ما أدري أقول مفاجأة ولا هاي، نحن متعودين على مثل المفاجآت بين فترة وفترة تطلع يعني، بس أكيد بيكون لها دور كبير في تطور البنى التحتية في الدولة وإسعاد المواطنين أكيد في النهاية يعني. أتمنى إن شاء الله المشاريع هاي يعني تنجز بوقت المحدد وتخدم إن شاء الله. الحمد لله، إذا من فضل الله طبعا من فضل القيادة الرشيدة، نحن نتمنى إن شاء الله دائما الإمارات دائما في الأمام. إذا نشكر لك الضيف السيد جابر جاسم مدير إدارة الطرق في وزارة الأشغال في دبي، الله يحفظك إن شاء الله يا رب. إذا مشاهدينا نأخذ معاكم فاصل، ومن ثم نعود إلى العين الساهرة بعد قليل. مشاهدينا رجعنا لكم مرة أخرى من برنامج مساء الإمارات مباشرة من قناة وشاشة الظفرة. تذكير أخير وسريع أنكم تقدرون تتواصلون معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر إنستغرام ويوتيوب. وطبعا يسرني أني أنا أخبركم هاي المعلومة، ما لا تعرفه عن الإفطار، وجبة جدا مهمة ومن أهم وجبات اليوم، تساعد على تحسين الأداء الذهني والتركيز والتحمل، تقلل من الاختلالات في مستوى السكري في الدم، يخفف طبعا الجوع لبقية اليوم، واحتمالية أقل في الإصابة بزيادة الوزن، ويزود الجسم بالعناصر الغذائية المهمة. وكل هذا يؤدي إلى احتمالية تحصيل دراسي أعلى للأبناء، لأن يكون في تركيز أكبر ويكون في نشاط بالفيتامينات والبروتينات اللي أوريدي أخذت من هذا الإفطار. الوجبة الرئيسية طبعا الإفطار مثل ما قلتي، طبعا الوجبة الرئيسية طبعا هي الإفطار. أكيد من الإفطار شيء. نحن معاكم متواصلين مع بعد الفاصل مع العين الساهرة.
إذن نبدأ معكم العين الساهرة بجولة سريعة على الأخبار المحلية مع وزارة الداخلية ليوم الأربعاء 23/4/2014. أول أخبارنا من وزارة الداخلية، توقع معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي أن يشهد العامان المقبلان تسيير مركبات بدون سائق في شوارع دبي وفقا لأحدث المعايير والشروط العالمية. جاء ذلك على هامش الندوة التعريفية بمسيرة نجاحها التي أقيمت بمعرض الوظائف 2014 بمركز دبي التجاري العالمي أمس. وأيضا مشاهدينا، أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي خدمة شهادات الفقدان على تطبيقات الهواتف الذكية لتصبح الخدمة الخامسة المتوفرة بنسختها الذكية، وذلك في إطار مشروع متكامل لتحول إلى الخدمة الهاتفية امتثالا لتوجهات حكومة دبي وترجمة لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للتحول من حكومة إلكترونية إلى حكومة ذكية وتحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالميا. أيضا تمكنت شرطة دبي من القبض على بريطانيين قاما بسرقة حقيبة تحتوي على 1,435,000 درهم إماراتي، مبلغ كبير، في سيارة أحد عملاء البنوك. ادعى الأول أنه من الشرطة وانتشل الثاني الحقيبة ولاذ بالفرار. وصرح سعادة اللواء خبير خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى القيادة أن تفاصيل القضية تعود لورود بلاغ بتاريخ 20/4/2014 إلى غرفة القيادة والسيطرة في القيادة العامة لشرطة دبي يفيد بوقوع حادث سرقة مبالغ مالية من أمام بنك الإمارات دبي الوطني برقة البطين على شارع بني ياس بدبي. الخبر مو جديد، من 3 أيام يعني صارت الحادثة. طبعاً ومشاهدينا أيضاً، عنا أطلقت شرطة دبي خدمة التواصل مع الضحية، وهي الخدمة التي توفر الأمن والأمان للضحية من الجانب الاجتماعي والإنساني لتضمن حقوقه بعد تعرضه لأي نوع من أنواع الحوادث. كما يمكن للضحية عبر هذه الخدمة الحصول على كل معلومات قضيته من دون أي عناء أو جهد، وذلك من خلال الاتصال بالجهات المختصة عبر التواصل مع الضحية من خلال الاشتراك بالخدمة المتوفرة بتطبيق على الأجهزة الذكية. وطبعا الوقوف أكثر على هاي الخدمة ونتعرف عليها أكثر معانا عبر الهاتف من إدارة المباحث والتحريات المقدم راشد بن ضبوي، مساك الله بالخير. مساء النور والعافية. الله يعافيك أستاذ، ممكن بس تخبرنا أكثر عن هاي الخدمة؟ نعم، في البداية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. طبعا نشكركم أول بداية إتاحة الفرصة لنا في إبراز أهم البرامج والمشاركة في هذه القنوات على أساس نحن نقدر نوضح للجمهور أهم الخدمات اللي تقدمها شرطة دبي لأفراد الجمهور. طبعا بداية برنامج التواصل مع الضحية هو برنامج اجتماعي إنساني، يعني بالاهتمام بالضحية بعد فتح البلاغ ويقوم بمتابعة إجراءاته سواء كان البلاغ مروري أو جنائي. طور بعدين البرنامج على مدار الفترات هاي كلها، قمنا نستقبل حالات أخرى غير اللي هي الجنائية والمرورية، حيث أنه يعني يأتينا شكوى أي شخص ممكن يوصل يدخل مركز شرطة ما بشرط يكون عنده بلاغ جنائي، بس يكون في ضحية في بينه وبين شخص معين أو ضحية لنصب بطريقة أخرى يعني خارج الدولة أو غيره. طبعا بالإضافة توسع البرنامج، قمنا نعنى بالحالات الإنسانية اللي تتعلق بكافة الفئات، هناك فئات مختلفة يعني طبعا في المجتمع. عنا البرنامج وركز على فئة الأطفال وفئة النساء وفئة كبار السن، فقام يهتم فيهم من ناحية يعني يشوف شو الأشياء اللي مثلا تعرفين بعض الأحيان كبار السن ممكن متروكة لوحدة في البيت يتم متابعته من خلال البرنامج، وحدة حرمة مثلا متعرضة للتهديد أو للاضطهاد بأي طريقة بأي طرق، ليس لديها القدرة أنها هي تتوجه يعني سيادة. صحيح سيادة المقدم، شفت الحالة مال أمس اللي شفناها مال الاعتداء اللي صار. سيادة المقدم، طبعا أنت أمس يمكن سمعت عن الحادثة اللي هي الرجل في 80 من عمره، إلى أي مدى ممكن أن بوجوده في البيت بروحه أن يستفيد من هذه الخدمة؟ هو طال عمرك شوف، نحن دائما يعني ما نعرف يعني البرنامج ما زال في طور التطوير في هالفترة المرحلة القادمة، على أساس نحن نقدر نحصر الناس الكبار السن اللي عايشين يعني روحهم، على أساس نقدر يعني نتواصل وياهم بشكل مستمر ونمد لهم يد العون.
يعني ممكن في المرحله الجايه هاي بس تكون من ضمن الخطه اللي موجوده عندنا وياسين درسها على اساس انه كل مركز اختصاص شرطه بيعنا في مثلا المنطقه اختصاصه في 5 أو 6 اشخاص كبار السن عايشين واحد بروحهم، فبيتم التواصل وياهم عن طريق مركز شرطه من خلال فريق العمل اللي موجود في مركز شرطه. يعني بيكون في متابعات مستقصده لهؤلاء الاشخاص. هي ان شاء الله بتكون متابعه. طبعا احنا كيف نحن ندري بهالاشياء؟ بعض الاحيان فينا ملاحظات من الجيران انه والله هذه الحرمه بروحها عايشه في البيت تشتكي من شيء معين، او طبعا عندنا كثير بالقنوات سواء كانت عن طريق الويب سايت او عن طريق الخط المجاني او اي نوع من انواع التواصل الاجتماعيه ممكن هم يتواصلون يعني يعرضون مشكلتهم وتقدر من خلالها تواصل وياهم ونمدهم ايد العون. طبعا الحمد لله اليوم عندنا نحن في شرطه دبي في تعاون مع جهات كثيره من خدمه تنميه المجتمع، العديد من الدوائر رعايه النساء، يعني من العديد من الدوائر. والحين في صار الخدمه الذكيه، الهاتف الذكي. نعم هاي هاي من اعلنا عليه. نعم من خلال تنزيل الابلكيشن الشرطه على الموبايل، على الموبايلات. نعم نقوم نقوم نحن طبعا يكتب الشكوى ماله عن طريق الموبايل، وهي طبعا انا بس بوضح للجمهور ان هاي خدمه سريه وتعنى بالاشخاص اللي يعني في ناس متخصصين يقومون باستقبال الطلبات هاي بشكل سري تام سري تامه، ويتم معالجه المشكله وحلها وانهائها بشكل سري ما في اي يعني حفظا للخصوصيه العامه لاي شخص او الحاله التي يعاني منها. نعم. حضرت المقدم، بما أنك ذكرت كبار السن والأطفال، هل بإمكان أي أحد أن ينوب عن الضحية في التقديم في الحالات الحرجة في حالات الوفاة، أو لا لازم الشخص المعني بحد ذاته يكون موجود؟ شوفي أختي، نحن عندنا طبعا في إجراءات قانونية لازم أي شخص، نحن حسب الإجراءات المرسومة لنا في الإجراءات القانونية محتاجة يعني بعض الأحيان الضحية نحن مجرد يقوم بفتح البلاغ خلاص نحن نبتدي الفريق يوصله رقم البلاغ، يشوف رقم البلاغ، يشوف البلاغ كامل، يشوف شو التطور، شو الاشياء اللي ممكن هو الفريق يعني الفريق المكلف بمتابعه البلاغ هذا يتواصل اول بدايه. طبعا يعرف الشخص الضحيه ان هذا برنامج التواصل مع الضحيه كذا كذا وهذا رقم بلاغك ونحن انا الشخص المعني اللي بتابع قضيتك. فتبتدي كل ما صورت اي تطورات مثلا اذا الشخص تعرض للسرقه وغيره وغيره اذا تم ضبط المتهم يبلغه يقول له ترى نحن ضبطنا المتهم، يعني يخليه على درايه كامله على رؤيه كامله بالبلاغ كامل لحد ما يوصل اخر مرحله من مراحل التقاضي، يعني اذا حتى تحول للنيابه يبلغه يقول له انت عندك جلسه النيابه عند وكيل النيابه. متابعه كامله من الالف الى الياء. انزين سياده المقدم، نحن سؤالنا الاخير، يعني هذه الخدمه تتوفر في مواقع اخرى غير الاجهزه الذكيه؟ اي نعم، طبعا بدايه كانت في على طريق الخط المجاني. نعم. اللي هو 800 سي اي دي، هذا طبعا في كافه اي يتعلق بكل الخدمات، اي خدمه تقدمها مجرد ان ترفع السماعه على سي اي دي 800 سي اي دي وتبدي شكوتك، ومن هناك يتحول لكل شكوى على حسب الاختصاص. طبعا وبالاضافه طبعا الموقع الالكتروني الخاص بشرطه دبي اكيد ما تقصرون اكيد. ايه وصلنا كل الطلبات. حضرة المقدم طبعا لك جزيل الشكر والاحترام على الجهود اللي تبذل من قبل حكومة الإمارات ودبي وشرطة دبي، الله يوفقكم إن شاء الله، وشكرا جزيلا على المداخلة الهاتفية. مشكورة شكرا لك. الله يحفظك يا أمان الله. فإذا ومن هاي المكالمة الهاتفية مع المقدم راشد بن ضبوي من إدارة المباحث والتحريات ننتقل إلى فقرة أخرى. شو هي عبد الله أحدث شيء اسمها خبرنا عنها؟ أحدث شيء الحين بنخبرها، طرق المواصلات عند الهيئة. نعم. تستعد هيئة الطرق والمواصلات في دبي لتطلق سياراتها الصديقة للبيئة والتي تعمل على الطاقة الكهربائية، وهاي السيارات يمكنها أن تجتاز مسافات طويلة قبل أن تبدأ باستهلاك للوقود، فيما يتم تجهيزها بشاشات تحكم توفر الرفاهية الإلكترونية الكاملة للركاب. نشوف أكثر عن هاي السيارات العجيبة في هذا التقرير. ما نراه ليس سيارة أجرة عادية من مؤسسة تاكسي دبي، إنها سيارة صديقة للبيئة تدعى
هايبرت تاكسي أو السيارة الهجينة، وسميت بذلك لأنها تعمل بالوقود والكهرباء معا. تستطيع هايبرت تاكسي أن تمشي بسرعة جيدة ولمسافة طويلة اعتمادا على المحركات الكهربائية قبل أن تتحول إلى وقود المحرك الذي نعرفه. ولهذه السيارة ميزات عديدة، فاستهلاكها القليل للوقود يخفف من التلوث ومن كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إضافة لاعتمادها على كمية محدودة من الكهرباء للإنارة كالفانوس المعلق في أعلى المركبة. وقد زودت المركبة بشاشة خلفية مزودة بخدمة الإنترنت، يستطيع من خلالها الراكب تحديد واختيار وجهته والتفاعل والتواصل مع العالم. بالإضافة إلى عرض جهاز باركينج جديد يعمل على الطاقة الشمسية، حيث صمم لهذا الجهاز سطح مسقول من الأعلى يمتص أشعة الشمس ويقوم بتحويلها إلى طاقة كهربائية. كما عرضت إشارة مرور حديثة تتميز بانخفاض استهلاكها للطاقة الكهربائية، وتهدف إلى ترشيد استخدام الطاقة في الدولة نظراً لأهميتها في المشاريع التنموية بمختلف مكوناتها. تأتي مركبة هايبرت تاكسي ضمن خطة شاملة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي للحفاظ على البيئة والثروات الطبيعية والعمل على إيجاد بيئة آمنة ونظيفة ومستدامة ترتقي بمكانة إمارة دبي. من هذه الإنجازات اللي عودتنا عليها مدينة دبي، طبعا ننتقل الآن إلى شباب الدار. ضيفنا الليلة خيال من الطراز الأول على مستوى الإمارات. سلطان حمل المسؤولية بشكل مبكر في سن 8، مسؤولية عائلة مكونة من 5 خيول كبرت وكبر معاها، وكبرت العائلة ليصبح عددها أكثر من 25 خيل إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك فارسنا و خيال. يعني خيالنا سلطان عيسى القصاب. هلا فيكم. أول شيء أنا حبيت أشكر قناة الظفر على الترحيب. الله يسلمك إن شاء الله. مشكورين. بس كنا نتريق بخلبي خيل. هيك تريق خيل 25 خيل كان ودي. ما شاء الله. كان ودي إن شاء الله يا رب. طبعا سلطان، بداية أنت بالإضافة إلى ما ذكرنا أنك خيال ماهر، أنت فايز ببطولات من دون سرج، ما شاء الله عليك، لو تخبرنا أكثر عن هاي التجربة. أول شيء بفضل الله وصلت هالمستوى اللي أنا فيه. طبعًا الدعم أنا ما أنكره. نعم. الدعم من الوالد، من الربع، من أصحاب الإسطبلات. طبعًا أنا ما وصلت من لهالمرحلة إلا بالدعم، ولفيت على كذا إسطبل يعني. طبعًا الدعم كان من المعنوي ومن المادي. نعم. والحمد لله وصلت اللي أنا فيه الحين. بس لو ما في موهبة الدعم ما يسوي شيء، صح؟ والله الموهبة مكتسبة وراثية نفس الوقت، فهاي اللي خلتني أنا أوصل الحمد لله لهذا. أنا أعلق على الخيل أكثر، أن الخيل مش موهبة كثر ما هو حب وشغف. أكيد. والله إذا ما حبيت الشغلة ما بتطلع. ما تقدر كمان. زين شو رأيك إحنا نستمتع الآن؟ معلش أنا عاصم خديجة. استمتع شوي وإحنا نشوفك على الخيل مع الجمهور. أكيد. نشوف الخيال ما شاء الله. خبرنا هذا وين كان في قدرة، هذا طبعًا سباق قدرة. هي نعم، هذا تراثلون دبي الصحراوي برعاية الشيخ حمدان بن محمد. كان على 3 جولات، كان فيه الجري وكان فيه السيكل وكان فيه الخيل. هذا ترايثلون القريب؟ هنا. انتم اخذتوها بالتناوب ولا شاركت في 3 سباقات؟ لا، السباق كان على مرحلتين. نعم. في فريق وفي فردي. نعم. اللي انا كنت فيه هذا كان فريق. فريق نعم. نعم، كان من 3 اشخاص وانا كنت للخيل، الخيل تقريبا 40 كيلو. والسيكل 25 والجري 5 كيلو. ما شاء الله. طبعا يعني سلطان انت مو بس خيال، انت اصبحت مدرب. خبرني عن هاي النقلة النوعية، خليني أقولها، أو التحول في حياتك بين خيال إلى مدرب. أنا عقب ما اكتسبت الخبرة هاي تقريبا من فترة بسيطة حبيت الشغلة هاي، فحبيت أني أنا أخليها للغير، أخلي الغير يوصل للخيل. حلو. في ناس تقدر تمتلك خيل لكن ما عندها مكان، ما تقدر تشارك. فأنا بإمكاني أن أخليهم يشاركون، تساعدهم. أساعدهم. أخلي الأمور شوي سلسة لهم. فما أحب أحتكر الشيء لنفسي بس، فوزعتها بين ربعي بين اخواني، والحمد لله ما دام ان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يدعم الخيل فاكيد نحن مع الخيل. الله يحفظك يا رب ان شاء الله. زين شو تخبرنا عن ناديك، ما هي شو تخصصاتك بالضبط؟
النادي يضم كل اللي يختص في الخيل، عندي من A to Z، يعني يدخل الفارس بإذن الله يعني يشوف كل شيء يناسب الخيل ويناسب الفارس، أهم شيء عندي بعد نفس الوقت سلامة الخيل وسلامة الفارس. وتدرب في نفس النادي؟ أدرب في نفس النادي. وين موقعه؟ في الشارجة، في المدار. في الشارجة، الله يحفظك. بما أنك ذكرت السلامة أو سلامة يعني المدرب ومن يقوم تدريبه، شو المهارات اللي أنت كمدرب ممكن تبدأ معاها مع أي شخص؟ ممكن حد من المشاهدين الحين قاعد يشوفنا غاوي الشغلة أو عنده شغف وحب، شو تقول له؟ أول بداية إذا فكرت تركب خيل سلامتك أنت. نعم كيف؟ يعني لا تركب الخيل بدون هلمت. بدون سيفتي الخيل، بدون اللي يكون على الخيل نفسه. نعم. يعني تاخذ البوت، تاخذ البنطلون الاسترتش يكون الهلمت. عقب ابدا الخطوة الثانية. والبوت الطويل. هنا. نعم. عقب ابدا في الخطوة الثانية أنك تركب الخيل، تتفاهم مع الخيل، حصان يكون هادي وتبدا. مع وجود مدرب طبعاً. طبعاً يكون تحت إشراف مدرب أنه يعطيك التعليمات الصحيحة أنك تبدأ من الساس الصحيح. نعم. شو هي افضل عمر للتدرب على ركوب الخيل؟ افضل عمر تقريبا 8 سنوات لتسع سنوات هو افضل عمر. يكون الـ 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 يعني يكون الفارس متفهم اكثر وياي، فاهم وقادر واعي انه يركب الخيل وانه في مشاكل ممكن تنتج عن عدم. شو اللي توجهه يعني اخر شيء توجهه لمشاهدينا؟ منك انت من القلب وعن الخيل للمشاهدين مباشره. اول شيء الخيل طبعا قصة لو أبدأ فيها ما بخلص، لكن طبعاً. الرياضة هاي رياضة أنا ابتديت فيها وأشوف لها مستقبل كبير، ويا ريت اللي شاف إن له ميول لو شيء بالشيء البسيط للخيل يستمر فيه، لأن مستقبل أكثر من أقول إنه كبير. نحن نتمنى لك مستقبل كبير فعلا وناجح سلطان عيسى، نتمنى كل التوفيق الفارس طبعا سلطان عيسى القصاب، نتمنى لك التوفيق. مشكور. شكرا لك. إذن شكرا للفارس سلطان عيسى القصاب. ننتقل معاكم الآن إلى السياحة. عندما يأتي الحديث عن الجليد والتزلج من الطبيعي أن يحضر في أذهاننا مباشرة يا إما الإسكيمو أو القطب الشمالي أو حتى الجنوبي، لكن ماذا لو كنا نتحدث عن دبي؟ شو رأي خديجة؟ لا وفي مول الإمارات بعد. أكيد طبعا أنا أقصد سكي دبي في مول الإمارات، هذا المكان واقع يلامس حكايات الأساطير. خلونا نشاهد هذا التقرير السياحي. الأولى التي تداعب فيها وجهك تلك النسمات الباردة، تسافر بخيالك إلى أحد البلدان الأوروبية الثلجية وتنسى أنك في دبي. نعم، هنا في سكي دبي، حيث المرتفعات والمنحدرات الثلجية، والتي بالرغم من تجمد أيدينا من شدة البرد إلا أن قلوبنا كانت دافئة وسط الأجواء الشتوية الجبلية. دبي يمتد على مساحة 22,500 متر مربع، يكسوها الثلج الطبيعي على مدار السنة، ويضم 5 مسارات يبلغ أطولها 400 متر بانحدار يزيد عن 60 متراً، مع منعطفات سهلة منتشرة على منحدرات صممت خصيصاً للمبتدئين. بالنسبة للملابس ومعدات التزلج فليس هناك ما يدعو إلى القلق، وضعت إدارة سكي دبي كل هذه الأمور في الحسبان، فوفرت الملابس الشتوية والمعدات اللازمة بما في ذلك ألواح التزلج، وكذلك محلاً لبيع مستلزمات التزلج الذي يضم طاقماً من الخبراء يوفرون النصح بشأن ما تحتاجه من معدات التزلج، بالإضافة إلى مدربين محترفين يقدمون لك المساعدة أثناء عملية تعلم بسيطة يعمها المرح. هنا في أكبر حديقة ثلجية داخلية في العالم والفريدة من نوعها والتي تختلف طبيعتها عن المنطقة ككل، استمتعنا برؤية الأطفال وهم يلعبون بالثلج ويترشقون به على بعضهم البعض ويعيشون مع آبائهم أجمل لحظات المرح في الحديقة الثلجية التفاعلية.
أما الشباب فيجربون مهاراتهم على منحدرات، إذ يستطيع المتزلجون وعشاق ألواح التزلج على اختلاف مستوياتهم الاستمتاع بهذه المنحدرات على اختلاف صعوبتها. ويمكن للمتزلجين على الألواح ممارسة حركاتهم البهلوانية في الكوارتر بايب، فيهبطون بألواح التزلج عبر المنحدر ليقوم المصعد بعد ذلك فوراً بنقلهم إلى القمة استعداداً لهبوط آخر ليعيشوا أقصى درجات المتعة. من جهة أخرى تجد المطاعم التي صممت خصيصاً لتحمل صبغة هذا النوع من الرياضة، بالإضافة إلى المقهى الكائن في مدخل سكي دبي، بين برودة المكان وحرارة المغامرة استمتعنا وعشنا يوماً لا مثيل له ولحظات لا تمحى من الذاكرة مع الزائرين الذين لم ينسوا أن يأخذوا صورهم من محل التصوير التي ستكون جزءاً من ذكرى رائعة. إذن مشاهدينا، مع هذا المكان الجميل والذي يعتبر من المراكز الرياضية والمسلية الأولى من نوعها في العالم، وطبعا ننصح به الآن لأن صار الجو حار فيبالنا ثلج. طبعا نحن وانتو لازم يكون في زيارة لسكي في إميريتس مول. نكون قد وصلنا هنا مشاهدينا إلى ختام هذه الحلقة الشيقة من مساء الإمارات. نتمنى أن نلقاكم في حلقة قادمة في يوم الغد إن شاء الله. تصبحون على ألف خير. إذن في الختام خديجة، طبعا مشاهدينا لا يسعنا إلا أن نتمنى لكم ليلة هادية وأحلاما وردية. إلى اللقاء في الغد إن شاء الله. إلى ذلك الحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.